يعني اقصد اي عضو مجلس هو قاعد معاه يعني. لا يعني هل كده بقى اللي بيغضبوا منه او يزعلوا منه بيقعدوا في البيت ما يحضروش؟ ما انت لو قارنت الصور 3 صور دول لغز مظبوط. لغز. يعني ايه يعني ايه بقى؟ هو انا موافق احضر، زعلان ما احضرش؟ الصوره كده بتثبت بقى انا موافق ولا مش موافق. استاذ جمال علام اللي مع اياب جلال اهو، كانت معانا الصوره برضو. هو كان بيمضي بيقدموا في المؤتمر، بيقدموا في المؤتمر بس ما جابوش صوره لقطه وهو بيمضي العقد. كابتن ايهاب جلال لانه دي صوره مش هتلف الدنيا. أيوه. انما حسام حسن وهو بيمضي هتلف الدنيا. اتظلم حسام حسن ده ما يمنعش ان ايهاب جلال ده اتظلم. طبعا اتظلم يعني. ظلم يعني. طيب تتوقع اي كلام مفاجاه يتقال في مؤتمر الخميس كابتن حسام حسن؟ لا بالعكس، ده هيبقى كلام تقليدي جدا جدا. اللي انا كله حماس يعني وطموحات. بس اللي انا عايز يعني اللي انا قلقان منه انه ممكن يبقى في اسئله مفخخه لحسام حسن، بمعنى هتعمل ايه مع صلاح؟ هتعمل ايه وبعدين ايه؟ يعني لازم يعرف يعني ايه مؤتمر صحفي في منتخب غير اي نادي، وخصوصا ان حسام بعيد مثلا عن الزمالك كتير وممسكش الاهلي، فمنتخب مصر هتلاقي نوعيه الاسئله مختلفه. حد هيقول له صلاح هو انت ضد النجوم؟ هو يعني لو سخن ده اختبار، يعني المؤتمر ده اختبار لتركيز حسام حسن وهدوءه. ما هو انت الصحفيين، انت عارف الصحفيين هتلاقي بقى، واحنا ما عندناش حاجه ما يسمى ضوابط المؤتمر الصحفي حتى قعدتنا لغايه دلوقتي. هتلاقي حد صغير طالع مثلا دريب مفقع وسؤال كرسي في ما فيش ضوابط. فممكن هتلاقي اسئله مفخخه لحسام حسن، لازم يعدل المؤتمر ده باي طريقه. وانا اعتقد انه هو ابراهيم حسن بالذات قاعد مع حسام بقاله يومين يقول له لو انا متاكد ان في البدايات على الاقل يعني في الشهور الاولى شخصيه حسام حسن هتكون متغيره تماما عن اللي فات. بس خلاص كابتن حسام حسن استعداده هيكون لا هيتغير. بس دي طبيعه، عشان دي جينات برضه. ما هي جينات، انا معاك. سهل انه يدرب برضه حتى لو انت عندك كل واحد يعني. هو برضه وصل دلوقتي من في مدربين عالميين كتير كده بالمناسبه. ما كنت بس انت لو شفته من 10 سنين مدرب العالمي هتلاقي اكتر من كده 100 مره طبعا. يعني النهارده المدرب اللي عنده كابتن حسام دخل 60 سنه 58 سنه اعتقد. فيعني يعني خلاص يعني خد خبرات وحقه دي اللي كانت ناقصاه وجات له. لا وبعدين ايه؟ يعني لو حسام حسن كان ناقصه ايه؟ لعب كاس عالم، خد كاس امم 3 مرات، لعب اهلي وزمالك، احترف. لا اصل هي ممكن ايه؟ مرن كل انديه مصر تقريبا. لا هي ممكن انا ابقى ايه؟ هبقى مدير، هبقى عصبي، هبقى وكيل وزير عصبي. انا بقيت بقى وزير، لا لازم بقى ايه؟ هركز. فهو هتلاقيه هيبقى اكثر هدوءا. انا متوقع ان شخصيه مختلفه ان شاء الله. يعني ده يوم توقيع الكابتن ايهاب جلاله. بس كابتن حازم امام كان فين موجود فين؟ صح؟ انا مش فين؟ دي دينا الرفاعي على اليمين وده حازم وبركات موجود برضه يلا يا عم هم جم بس الصوره دي وبعد كده ما جوش زي ما هيجي يوم الخميس. لا يبقى ما جوش المؤتمر. مين اللي كان غايب في الصوره دي؟ لا يبقى ما جوش المؤتمر بقى. يبقى ما جوش المؤتمر. اللي هو مشهور بس اللي ما جاش في الصوره دي. طب يبقى ما جوش المؤتمر. لا هو كمان يعني في النهايه كابتن ايهاب ما تكملش، يعني واضح ان كان كل الناس مش معاه يعني.